مرحبا بحضراتكم اكيد في اخر فقره معانا وختامها مسك بقى معانا ضيفنا العزيز جدا طبعا كابتن فتحي نصير واللي بينورنا واللي بيبقى ليه تحليلات كده خاصه وبيبقى وشه بالمناسبه كمان حلو على النادي الاهلي طبعا نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير نوال. منور الدنيا والله زمان يا كابتن فتحي. أيوة. والله زمان. وحشنا والله. انت اكتر والله يا رب تكون في احسن صحه. سعيد 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 ان بلتقي بنجمين كبار قوي يعني. يا نهار ابيض ده احنا والله يا كابتن فتحي يسعدنا ويشرفنا. طيب تعالى بقى نبتدي بعد اذن حضرتك بطبيعه الحال بكلامنا يعني عن ماتش السوبر والاوضاع اللي اتغيرت، وهل مثلا كولر والجهاز الفني مضطر ان هو يعيد ترتيب اوراقه او يعيد حساباته نظرا لتغير المنافس في هذا اللقاء المرتقب؟ لا، هو الهدف واحد سواء كان نادي بيراميدز او نادي الزمالك، كان الهدف الكاس. صحيح. يبقى الهدف ما كانش مش هيتغير، لكن اللي هيتغير الفرقه اللي قدامك، اسلوب لعبها، طريقه لعبها، الضغوط النفسيه. هل الضغوط اللي هتكون على لعيبه الاهلي لما هيكون لاعب الزمالك هي نفس الضغوط انه هيلعب بيراميدز؟ هتبقى مختلفه. موجوده هنا ضغوط وهنا ضغوط وهنا لها يعني حيثياتها. فمثل بيراميدز دلوقتي بقت جديده، فاصبح ضغوط ثانيه ان بيراميدز خسرت من الكاس في النهائي، فجايه دلوقتي هي بطموحات ثانيه وبفكر ثاني. انت لما كنت هتلعب الزمالك ما كانش خسران معاك، هو كان بيلعب معاك البطوله وهي نفس البطوله، فهتلاقي الافكار والضغوط العصبيه على اللعيبه تختلف من ماتش بيراميدز عن مباراة الزمالك. والزمالك دايما يعني انا مش بصحح معلومة، بحب اقول معلومة لنا كلنا. هو الزمالك لم ينسحب، الزمالك اعتذر لان المباراة لم تبدأ. عادة نقول الانسحابات لما يكون المباراة بدأت ولعبت فيها شوية وخرجت. هو ده اصلا وارد يا كابتن فتحي؟ يبقى ده انسحاب. لا مش شرط. لا يعني نختلف في التفسير. يعني انا بقول يعني عاوزين نخففها شويه. نخففها طب عشان خاطرك. يعني عاوزين عشان خاطرك بس والله. لا نخففها. لكن هو ما كانش افضل شيء على كل حال. لا طبعا يعني. لا ما هو الاعتذار. لا بنتكلم على المسمى بس. المسمى يعني لكن يعني. الاعتذار التوقيت غير مناسب. يعني توقيت الاعتذار غير مناسب، خصوصا ان دي بيعتبروا السوبر ده يعني ايه السوبر؟ حاجة متميزة طبعا. يعني ده فرح، وعادة السوبر ده بيتلعب في بداية كل موسم. وده الموسم اللي قبل اللي فات، يعني ده حاجة قديمة. يعني احنا مش السوبر الجديد. ده السوبر القديم. وبيفتتحوا بيه الموسم عادة انهم يلعبوا مباراة السوبر، يلعبوا افتتاح والناس بتبقى جاية وفرحانة، بطل الدوري مع بطل الكاس مع يعني الحاجات دي بتبقى يعني لها يعني وضع تاني غير مباراة تنافسية. صحيح. هي اتقلبت بقت مباراة يعني فيها شد وجذب ومين يلعب ومين ما يلعبش. وبعدين أنا يعني مش عايز أقول ده لعب لأنه موقوف وده لعب لأنه ما كانش موقوف. أنا بلاعب نادي بغض النظر هل اللاعب ده مسجل عنده ولا لأ، رضي انه يلبس فانيلته الحمراء ولا لا؟ ليه ما وليه بقى في الفتره الاخيره في حساسيات من نوع شديد الخصوصيه بقت بتحصل في ماتشات كتيره الاهلي طرف رئيسي فيها. يعني طول عمر ماتشات الاهلي والزمالك ليها حساباتها وليها وضعها وليها خصوصيتها بالزبط. لكن مثلا البيراميدز تحديدا لما بيلعب الاهلي بيبقى الماتش ده حساس لاعتبارات كتير ملهاش علاقه باللي بيحصل في ارض الملعب قد ما ليها علاقه بحاجات متراكمه من قبل كده. بالظبط. لا بيراميدز يعني اسباب الحساسيه غير ان هو اصبح منافس قوي مع الاهلي والزمالك، بيراميدز للمشاكل اللعيبه اللي اتنقلت من النادي الاهلي ودي دي اللي كنا عارفينها. نادي الزمالك نفس القصه، يعني نادي الزمالك طموحه ان هو عايز يحاول يحصل الاهلي في بطولاته وعاول بقدر الامكان ياخد اي بطوله، فبيشوف وجهه نظره ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. انا مش عايز يعني احكم عليها، هم لا احنا اكيد احنا يعني هنبقى معنيين اكتر بنفسنا بالزبط. بس احنا لما هنيجي نتكلم احنا كنا نتمنى ان حتى جماهير الزمالك ما تزعلش، ان في ناس كانت غضبانه جدا من هذا الانسحاب، في ناس كانت فرحانه، بس في ناس سافرت، في ناس دفعت فلوس، وفي ناس اخذت اجازات. ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع كريم طبعا. ما اعتقدش ان هو افضل مشهد يعني، بس على كل حال زي ما حضرتك قلت هو مباراه في الاول وفي الاخر الاهلي لا ينظر مين المنافس بتاعه، المباراه كده كده على بطوله، فاكيد احنا مركزين، اكيد احنا عاملين حساب ان احنا
بنلعب على فوز مهما كان. وهي بتأثر نهاوند بالنسبة للحتة دي. يعني انت ذكرتي ان كان فينا جمهور وجمهور زعل وكده، ده بتأثر حتى على الأطفال. انا ليا ابني موجود في ابو ظبي وحاجز التذاكر واشترى، واشترى لابنه الصغير، وابنه الصغير طبعا اهلاوي، معاه واحد صاحبه زملكاوي، وابن الراجل ده زملكاوي، فهو رايحين مع بعض، انا الاهلي وانا الزمالك. فبيكلمني دلوقتي قبل ما اخش في الاستوديو ان ابن الراجل التاني عمال يبكي وبيعيط انه مش هيروح المباراه لان مفيش الزمالك. فدي برضو يعني مش بتاثر على الكبار ولا الصغير، رد فعلها يعني قرار يعني النفسي مش افضل شيء يعني كتير على بتاثر على الاطفال كمان. ناهيك يعني عن تاثيرها بقى السلبي على شكل كره القدم المصريه عموما. طبعا يعني اصل حاجه احنا رايحين في بلد تانية لو عندنا مفيش مشكله بالظبط كده، يعني احنا طبعاً. هي بلدنا الامارات طبعاً. جزء مننا والحاجات دي كلها، لكن ما يصحش ان انا اكون رايح على هناك. القرار كل واحد اللي بياخد قرار هو درسه كويس قوي وهم حاسبينه كويس قوي وكل واحد عارف مصلحته. ويا ريت حتى تم الاعلان عن القرار قبلها بايام او بوقت كافي، مش يعني والسسبنس ده كان يعني مطلوب باي حد. مطلوب لانهم مستنيين قرار اللجنه اللي هتجتمع وتشوف اللجنه هيحصل فيها ايه، هل هتوقف اللاعب ولا ما توقفش اللاعب. لكن لو خدناها بسهوله وبساطه وكده بتيرز مش هنلاقي يعني مطلوب ان انا اوقف ثلاث لعيبه. اوقف ثلاث لعيبه ليه؟ في لائحه بتقول ان العقوبات على المسابقات، يعني اللي بيطرد في الكاس يتوقف في الكاس، اضطرد في الدوري يتوقف في الدوري، اللي اضطرد في السوبر يتوقف في السوبر. لكن ما الدنيا مش متلخبطه مع بعضها، خصوصا ان ده اضطرد مثلا في دوري 2023 وانا بعمل بطوله بتاعه 2021 ولا 22، الدنيا داخله ببعضها لان الدوريات مش مختلفه. فهم لو تفهموا هذا الموضوع هيعرفوا ان الامور ما تستحقش هذا الوضع. ويلعب ده ولا ما يلعبش ده المهم، انت اسمه الاهلي بيلعب الزمالك بغض النظر مين اللي هيلعب. انا اللاعب ده ما يفرق ما عندي في ايه ولا ما يفرقش في ايه، مش هي ده اللي يعني على فكره برضه من امبارح بالليل ابتدت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ناس كتير تتكلم عن ان اللاعب الفلاني ده اللاعب المعني بكلامنا ممكن جدا ما يشاركش في اللقاء اصلا، ممكن او يتم تاخير الدفع بيه لغايه اللحظات الاخيره. اي ما اصل احنا دلوقتي المدرب هو المسؤول، وممكن يبدا بيه ممكن ما يبداش بيه، ممكن ما يلعبوش خالص ويريحوا الماتش التردي ممكن لان احنا عندنا ماتش تاني. كمان كهربا يعني انت ما تقول كهربا كهرباء بنتكلم على اللعب وانا مش بقولهاش مش بقولهاش من باب الخوف مثلا ولا من باب التأدب لا احنا يعني بنغلفها لان احنا بنهدى في الحديث مش عاوزين نشعل كهرباء خلاص كهرباء لا بس بنتكلم في الاطار اللي يتماشى مع توجهات القناه وتوجهات النادي وطبيعه جماهيره كمان. لا طبعا يعني ممكن زي ما حضرتك قلت برضه ان كولر ما يقدرش ما يبداش ممكن ما يبداش بيه، ممكن يبدا بمحمد شريف، ممكن يبدا بكهرباء، يعني هيبان اكيد. لان احنا برضه بنفكر في مباراه ثانيه وهي الاهم والمهم، مباراه الترجي. يعني مباراه الترجي دلوقتي طبعا دي حاجه دي طبعا دي لها حسبه ثانيه ولها فكر ثاني، ودي توصلنا ان شاء الله للنهائي باذن الله يعني. طب فكره هنا برضو الحديث عن بعض اللاعبين، بما احنا اتكلمنا عن كهربا ومحمد شريف، عايز اتكلم معاك عن ثبات وتالق بعض اللعيبه كمان مؤخرا، ومنهم كهربا ومنهم مروان حمدي وغيره. بتشوف برضو ده ازاي مع كولر؟ يعني كولر اعتقد هو اللي قدر ينجح في فكره اعاده المستوى مره تانية للعيبه وثبات كمان المستوى، مش مثلا بنشوف تالق في ماتش وخلاص، لا في ثبات في المستوى. ما هو دي بقى نقول ايه حرفيه الصنايعي، حرفية المدرب. فالمدرب هو فاهم عارف اللعيب ده إمكانياته إيه، عارف إيه اللي فيه، عارف اللي ممكن يطوره إزاي، عارف إيه اللي كان بيخليه مستوى يتهز، مرة يلعب كويس قوي مرة يلعب تاني ماتش وحش قوي، هل بسبب الخصم ولا بسبب الجو ولا بسبب اللاعب اللي بيلعب جنبه، كل دي او بطريقه او الجو نفسه اذا كان درجه الحراره حر او برد او كده، الحاجات دي العوامل المؤثره في تغيير مستوى اللاعب. فطبعا هو عارف الحاجات دي كلها، فبدأ حط ايده على الحاجات دي بالنسبه لكل لاعب وقدر يوصله بحيث يبقى فيه ثبات في مستوى اللاعب. ولو هناك ثبات في مستوى اللاعب هيبقى فيه ثبات في مستوى النادي الاهلي وادائه
مع الفرق المختلفه اللي بيلعبوا. يعني للامانه لفترات كان الكلام ده ينطبق على اكتر من لاعب. يعني في وقت من الاوقات كنت مثلا الماتش اللي تلاقي فيه حد زي مثلا اليو ديانج لما يكون مصحصح وفايق وفي الفورمه مخيف ومرعب، تمام. وفي اوقات تانية بالكاد تستشعر وجوده. ما هو بقى المدرب عاوز يخلي كل اللعيبه دي ثابتين بقى، الثبات او النضج، النضج الفكري، النضج الكروي، النضج الذهني عندهم، النضج الخططي عندهم في فهم كل الواجبات دي. النضج ده عايز يخليه ثابت في كل اللعيبه، وبالتالي الفرقه تكبر. لكن ما يبقاش واحد النهارده كويس قوي والتاني اقل منه، وبعدين الماتش اللي بعديه يبقى العكس، هتبقى اب اند داون طالع نازل. لكن انا هنا هو الراجل فاهم وعارف ازاي يحافظ ويقرب ويخلي النضج الكروي للعيبه اللي قدامه اللي هو بيبدا بيهم كلهم في مستوى واحد، بس مش ال 11 ده، على الاقل في 14 واحد، لانه بيعمل تبديلات وتغييرات طبعا. والتبديل والتوفيق اللي بيعملها دي بيجي بنفس المستوى اللي هو قبل، يعني اللي نازل ترس في آله عارف هيعمل ايه بنفس الشغل اللي كان بيشتغله قبليه. كلام جميل. طيب تعال بقى كده نحاول ان احنا نركز شويه، بيراميدز والاهلي، فنيات هنا وفنيات هنا. انا طبعا ما ينفعش اسال حضرتك عن توقعاتك او التشكيل، لان دي حاجات يعني مهما قلناها شغل، يعني مش شغلنا بالظبط. لكن متصور اللقاء هيكون ازاي وفقا هنا كمان تحديدا للنادي الاهلي؟ هل احنا مفروض نضغط من الدقايق الاولى؟ هل المفروض نحسم المباراه في زي ما بنقول سريعا؟ يعني ايه الصح يتلعب من وجهه نظر طبعا كابتن فتحي مبروك؟ اولا انا فتحي نصير، انا احييكي انك قلتي ان الموضوع ده ومن الاستوديو ده الموضوع ده شغل المدرب، ان المدرب هو اللي يقول طبعًا. مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب. برضو نفس الحكايه، المدرب هو اللي هيقول انا هبدا ازاي، بضغط من الاول، ضغط من نص الملعب، هلعب زون، هلعب ضغط، هل دفاع متقدم، هلعب دفاع وسط ملعب، هلعب دفاع متاخر، هل دفاع منطقه، كل الحاجات دي برضه هيبقى شغل المدرب. يعني احنا بنقول ان النادي الاهلي لعب مع بيراميدز قبل كده وكسب بيراميدز في نهائي الكاس، واكيد وكانت مباراه فيها نديه بين في ماتشات منهم لعبناهم بضغط من الدقيقه الاولى، وفي ماتشات دفعنا في الاول بالظبط. هو بقى شايف فكره ايه، وهيعرف بيراميدز مثلا جاي وهيقول ده جاي من جنوب افريقيا، رجع من ساوث افريكا، رجع بالطياره، زي فرصه ليهم كبيره مسترع. لبيراميدز ايوه، بس برضه هم هيلعبوا الاهلي، مش هيلعبوا فرقه تانية، والاهلي يعني مش دلوقتي، بس هو القدر بضرباته المستحبه احيانا بالنسبه لهم من وجهه نظرهم اداهم فرصه ان هم يلعبوا الاهلي في ماتش ما كانوش هم طرف اصلا. بالظبط، ما ده دي من ضمن الحاجات اللي هي هم يعني كانوا الاول لما خدوا قرار قال لك لا احنا مش موافقين، المدرب ما كانش موافق، يقول لك اللعيبه مجهده واللعيبه لسه جايه من سفر وبتاع وكده، وبوجهه نظره بس جات له توجيهاته من ادارته من النادي، لان بيراميدز طبعا ملاكه من الامارات، فطبعا مش ممكن ما يلعبوش وهم المباراه هتتلعب في الامارات، وهتتلعب على استاد كل الناس بتحبه اللي هو استاد محمد بن زايد، لانه بيحمل اسم رئيس الدوله. يعني النادي ده يكفي ان الاستاد له رمزيه وله خصوصيه، ان استاد محمد بن زايد. الامارات بصراحه حضرتك يعني كلمه بره الموضوع، بس رائعه الجمال بصراحه. يعني انا كان اول مره اسافرها، ايه ده، ايه الجمال ده، ايه دبي دي، ايه الامارات دي، لا مش معقول بصراحه. يعني بالمناسبه كان وناس جميله وتعامل رائع واستقبال جميل، يعني أحد بصراحه احد الرؤساء اللي قدامه كانوا بيكلموني بيقولوا لا ده هي جنينه واتبنت فيها المباني من يعني مش ان هم مباني بقى فيها جناين، يعني كم الخضره اللي موجود هناك صراحه، يعني كم في الشوارع في الطرق وكده، فعلا الحقيقه دوله نموذج يعني بالظبط بالظبط. فطبعا انها تستضيف هذه البطوله، وتستضيف بطوله كاس السوبر، وتستضيف على استاد رئيس الدوله استاد محمد بن زايد النهيان، دي حاجه تكريم للفرقتين اللي هيلعبوا. صحيح. طيب على صعيد اخر بقى، بالنسبه لمباراتي الترجي، رؤية حضرتك الأمور هتمشي فيهم إزاي؟ تعال نبتدي بلقاء الذهاب. يعني أنا شايف بس الأول نشوف القرارات اللي هياخدها إيه الاتحاد الأفريقي على فرقة الترجي. هل هتلعب بموجب اللي حصل في طبعًا مع آخر مباراة
مع الفريق الجزائري، وطبعا حصلت فيه مشاكل والجزائر طالبه ان المباراه تتحسب لها لانه هناك كان 1-0 وهنا 1-1. فطبعا هو ممكن يبقى في اي قرارات ينتج عنها تغيير في الجدول ده؟ لا، هو التغيير ممكن في عدد الجماهير اذا كان في جمهور ولا لا، والملعب هل يستضيف الجمهور. والكلام اللي اتقال وقتها من وزاره الداخليه التونسيه ان هيتم منع اي مشجع دون سن ال 18 تحت 18 سنة. لا ده لكن قرار، ما كلموش في اعداد. لا ده القرار السريع اللي بيحدده ده كانت الداخليه التونسيه، اما قرار الاتحاد الافريقي ده حاجه ثانيه. يعني ممكن يمنع، وممكن القرارين يعني مش وارد يتعارضوا مع بعض؟ لا ما يتعارضوش، لانه كله تاديبي. يعني ده قرار وده قرار والاثنين يعني هو ممكن يعني لو بيان الداخليه بيتكلم عن اعمار اللي يقدروا، اعمار هو ممكن يتكلم لكن عن اعمار، لكن في الحاله الثانيه بيتكلم عن اعداد اللي يحضر. ممكن يتكلم في الاعداد، ممكن يتكلم في المكان نفسه. يعني استاد رادس اللي هو بيتلعب فيه ممكن يقول لك لا مش هيتلعب فيه المباراه، يعني رغم ان هو امنيه يعني. يعني هو رغم ان هو الاستاد ده يعني الوحيد اكبر استاد عندهم في تونس. يعني اذا كان في انديه ثانيه مثلا هتلاقيها في بنزرت، هتلاقي في استادات ثانيه يعني في سوسه ممكن تلاقي، ممكن تلاقي الحاجات زي كده، لكن ده اكبر استاد موجود عندهم. صفاقس عندهم استاد برضه هناك، فما نعرفش هل ممكن يتنقل ولا لا، الله اعلم. فدي برضه لان الترجي اصلا من تونس العاصمه، فلازم هيلعب في الملعب بتاعه اللي هو هناك. فالعدد الجمهور والقرار والمكان اللي هيحدده الاتحاد الافريقي، وبالتالي هنقدر نتكلم على المباراه، لأن المباراة ما تبقاش داخل الملعب بس، المباراة داخل الملعب وخارج الملعب الجمهور، ثم الاستقبال، ثم الجماهير، ثم الكلام ده كله، عشان يبقى كلامنا صادق ومعقول وفي عقلانية إن احنا بنتكلم صح. لازم تكون قدامي كل يعني الترابيزة كلها مكشوفة، كل مؤامات معنا. فده بالنسبة له. أما بالنسبة لهنا احنا إن شاء الله بنطمع بأمر الله ماتشنا اللي هنا ما يقلش برضو عن ال 50-60 ألف اللي بيتوافق عليه الجهات المسؤوله والجهات الامنيه. وشفنا ان احنا لعبنا مباراتين قبل كده وقمه الالتزام. صحيح. بالنسبه للاعيبه المدربين وبالنسبه للجمهور، الجمهور دخل ال 60 ألف وخرجوا ما حدش بيشعر بحاجه، ما تحسش ان في القلق والناس والخوف وكده. وفي نفس الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفق النادي الاهلي لما بيلاقي جمهوره، اللعيبه حسوا بالجمهور، اللعيبه دي اول مره تلعب هذا الجمهور في مصر، فحسوا بيه، فعرفوا قيمته، حتى المدرب ما يعني بقى مخضوض، يعني يشوف الجمهور بس هو مش جمهور قاعد، ده جمهور هو بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، وده جمهور النادي الاهلي، اللي احنا ان شاء الله باذن الله هتكون يعني الشهر ده او شهر 5 ده مع السوبر مع الماتشات دي هنكملها للنهائي بامر الله يا رب ان شاء الله. طب هو الوقت بيجري برضو كابتن فتحي، بس يعني حابين برضو ناخد رايك في كذا نقطه سريعا. لو هنتكلم شويه على فكره يعني طرحناها مع برضو استاذ محسن في الفقره السابقه، وهي الضغوطات المستمره للنادي الاهلي تحديدا. هنتكلم ان هو بطبيعه الحال بيشارك في بطولات كتيره جدا، فكل موسم بيتقال ان الموسم الجاي هيكون افضل من ناحيه الجدول ومن ناحيه الضغوطات وغيره، ولكن بينتهي الامر ان نفس السيناريو بيتكرر او مكرر مره اخرى. فاكيد احنا مش هنلاقي حل لده، لان ده برضو مش بتاعتنا احنا، مش النقطه اللي احنا هنقدر من خلال برنامج نلاقي حل. ولكن انا عايزه اقارن شويه بوقت حضراتكم. طبعا البطولات كانت اقل بنسبه كبيره، لكن ازاي كنتوا بتتعاملوا مع فكره الضغوطات برضو؟ لان النادي الاهلي لا يخلو تاريخه من ضغوطات في المباريات وغيره. اولا كان عدد الفرق اقل. يعني زمان دلوقتي 18، زمان كانوا 12. فطبعا 12 يعني 22 مباراه في الموسم، دلوقتي 18 يعني 34 مباراه في الموسم. فطبعا عدد المباريات كتير، زائد البطولات. كان زمان ما كانش فيه سوبر، زمان ما كانش فيه بطولات افريقيه متعدده، هي كانت بطوله واحده اللي بنشارك فيها، ما فيش بطولات عربيه، ما كانش فيه كاس عالم افريقيا في المطلق. يعني ما كانش فيه بطولات كاس عالم، ما كانش فيه كل الكلام ده. وبالتالي المباريات زمان كمان كانت بتلعب على ملاعب المباريات الفرق الثانيه، يعني مش على استاد واحد بتلعب فيه 3-4 فرق. هتلاقي ال 12 فريق له 12 ملعب، فانت لما بتلعبها على ملاعبك تلاقي ما كانش فيه فار، فيقولوا لك لان دلوقتي الفار عندنا 3 يبقى ما تزيدش
عدد المباريات في الاسبوع عن 3. ليه؟ لان اجهزه الفار فيها 3 بس، فما تقدريش تعملي، فتضطر 3 النهارده و3 بكره طبعا. فالماتشات بتتاجل وما كانش في سوشيال ميديا وقتها بكل ما فيها من ضغوطات. لا انا بقول حتى الادوات الفاسيلتيز اللي هي موجوده ان ان الماتشات ما تتلعبش بانتظام، دي لها برضو مردود طبعا. وبعدين ايه، ما كانش فيه الاعلان الاعلان عشان الدخل والفلوس وكده، ان بيقول لك المباريات لابد ان ما تجيبش مباراتين كبار في نفس التوقيت عشان اضمن التلفزيون المباراه واحده فالناس تبقى شايفه هذه المباراه، ثم المباراه الثانيه بعديها، ثم المباراه الثانيه في يوم ثاني. كل دي في عوامل ثانيه تدخلت في الفتره اللي احنا فيها دي، لان يعني فكره التجاره محاوله البيزنس طبعا كره القدم طبعا دخل في الكوره، فهو اللي غير منها، غير ان انا دلوقتي غيرت الاحسن ولا الاسوء، يعني افسدت ولا اصلحت؟ لا، هو لو الامكانيات بقت كويسه هتبقى الاحسن. يعني هي دخلت بس ما دخلتش كلها، يعني مثلا اما تخش ممكن تخش مع امكانيات كتيره، الامكانيات ضعيفه. هو المقياس او المرجعيه حجم الامكانيات ولا توجيهها؟ لا، ما هو لازم الاثنين مع بعض. يعني حجم الامكانيات زائد التسويق. انت دلوقتي شركات الاعلانات واللي بتعمل الاعلانات دي، اما بتعمل مباراه فيها النادي الاهلي غير ما تعمل مباراه ما فيهاش النادي الاهلي، لان كل الناس عايزه تشوف النادي الاهلي. لو النادي الاهلي بيلعب كل الناس هتشوفه، مش هتشوف الفرق الثانيه، فيقول لك لا الفرق الثانيه ما تلعبش في نفس التوقيت، فتضطر تلعب مباراه واحده وبقيت المباراة التانية تؤجل. زمان لا، هم ال 12 فرقة 6 مباريات بتلعبوا يوم الجمعة وبيتلعبوا في نفس التوقيت. طب ككورة بقى وكفنيات كانت زمان أمتع الأمور ولا دلوقتي؟ لا، ما هو زمان لأن كان خفة الناحية المالية والضغوط المالية بتاعت اللعيبة، كانت بس الكورة يعني إيه؟ شوف حضرتك، أنت شفت الفنان اللي هو بيقدر يشتغل حاجة بمزاج براحة بكده، بيبقى يعني يبدع لك حاجه كبيره، اما اللي هو زي الاله طبعا ما تحسش بيه. فطبعا زمان الكوره كانت لان بدون مقابل وبدون فلوس وبدون كده، والناس بتبقى فرحانه، اللعيبه بتبقى مبسوطه، الجمهور بيبقى مبسوط، تبقى حاجات يعني الجو غير. بس طبعا احنا الدنيا اتغيرت، وكره القدم دلوقتي الاحتراف دخل فيها، واحتراف عندنا هنا في مصر. بس للاسف برضو يعني انا في ظاهره، وهنعمل ايه، ما احنا اتحطينا فيها. ايه هي الظاهره؟ ان كم الملايين اللي بيتحط في اللعيبه اللي موجوده عندنا لا تساوي حقيقه اداء اللاعبين. مش على انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي، انا بتكلم كره القدم المصريه اللي على مستوى مصر كلها. لو تشوف الملايين، يعني اي فرقتين حط الملايين اللي عندهم، هل ده بيساوي لي اي ماتش بيطلع لي مثلا 100 مليون 300 مليون 400 مليون بيلعبوا؟ يعني عدد قيمه اللعيبه 400 مليون في الملعب، 400 مليون جنيه، هل ده يساوي ده؟ ما بلاقيش يساوي ده. ليه؟ لان الاحتراف دخل عندنا ودخل وما تنظمش، ولحتى الان لم ما تنظمش صح، ولو هيتنظم هيبقى فيه كره احسن. والنادي الاهلي مظلوم، مظلوم. انت هتقول لا، معقوله مظلوم؟ الناس بتقول النادي الاهلي محظوظ. ايوه، هو محظوظ لان اللي بيجتهد الحظ بيجيله. ما انت ما تنامش وما تعملش حاجه وتقول انا حظي وحش. لا، الحظ دايما بينحاز للمجتهد. كل ما كنت انت مجتهده هتلاقي الحظ يجيلك. فاذا ده المجتهد. النادي الاهلي محظوظ ليه؟ لان النادي الاهلي المفروض اعلى قيمه تسويقيه للعيبته، فمفروض ما حدش هيزيد عليه، فمفروض لعيبته تكون اغلى لعيبه، فمفروض كل ده بيحمل ميزانيه النادي فلوس وبيحملها، والنادي الاهلي عنده طرقه وبيهوله والتسويق والحاجات دي، بيكون بشكل رائع. يعني اعملها بطريقه يعني خرافيه، اذا بيقدر يوازيها. لكن في انديه تانية ما تلاقيش، ما عندهمش السبونسر دول، ما عندهمش فلوس، يعملوا ايه؟ هتلاقي مديونين والناس ما فيش، واللعيبه ما بتاخدش فلوس، والانديه ما عندهاش فلوس. دي بتؤثر يا كريم يا هوندا على
مستوى الكرة في مصر. التذبذب في الإدارة ده عالميا مش بس محليا بيؤكد أن ده بيؤثر على أداء اللعبة. شفنا حتى برشلونة في الفترة اللي كان فيها مشاكل، مان يونايتد، غيره وغيره من الأندية كلها بتؤثر على اللعبة وعلى النتائج طبعا. فطبعا الناحية المالية أكيد أنها هتأثر عليهم. طب وإحنا برضو هنا برضو بتأثر على الفرق، وخصوصا الفرق اللي ما عندهاش القدرة التسويقية للمنتج بتاعها. صحيح. من لعبة الكرة. طيب هو فاضل دقيقة، نقدر نقول في الدقيقة دي ان احنا بإذن الله هنفرح يوم الجمعة كده يعني احساس يوم الماتش السوبر ان شاء الله بإذن الله هنفرح السوبر بإذن لو الله. كسبنا هكلمك يا كابتن فتحي. لا ان شاء الله بإذن الله يعني السوبر هيكون من نصيب النادي الأهلي بإذن الله. بحالة النادي الأهلي، سفر النادي الأهلي قبلها بمدة، الإقامة والتكيف بقى عنده أدابتيشن اليومين الثلاثة اللي عاد فيهم، بقى فيه تركيز طب. بقى فيه وعي، بقى فيه عندهم إحساس، بقى عندهم مسؤولية أكتر، إن هم لابد إن الحق هو اللي خلاهم يلعبوا بكل فرقتهم، مفيش حد تخلف والقانون هو اللي مشي. فدي هتديهم دفعة تانية إن لابد إن احنا نثبت للعالم ونثبت للناس إن النادي الأهلي هو فعلا أحق بأي منافسة هيشارك فيها، منافسة شريفة سليمة طبعا. وبإذن الله ربنا هيوفقنا إن شاء الله. نسعد كلنا يوم الجمعة بأداء وبنتيجة مرضية لجماهير النادي الأهلي. نورتنا شكرا. وكريم برضه مش دي بس، انا هوندي اللي هتتكلمي يعني. هتكلم وكريم هيكلمك وانا هكلمك برضه. لازم ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا كابتن. شكرا كابتن فتحي. شكرا كريم. اسبوع كان حقيقي رائع جدا بعد العوده من يعني اجازه رمضان. نشكر حضراتكم على متابعتنا، وباذن الله نيجي يوم الاحد واحنا بنبارك لنفسنا ونبارك ونستمر بقى كريم. يعني المباراه يوم الجمعه بس، خلونا نفرح يومين ثلاثه، ما فيهاش حاجه ان احنا يجي انه يوم الاحد كمان هيقول لك اقلب الصفحه. افتكري كلمتي، هيقول لك اقلب الصفحه. ده بتتقلب، ده العادي بتتقلب بالليل بعد الساعه 12. والله ما بنلحقش خلاص، عشان هو ضريبه النادي الاهلي كده، هو النادي الاهلي كده. كل التوفيق باذن الله على كل حال للفريق الاول عندنا، واحنا واثقين باذن الله ان الفوز هيكون لصالح النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع القادم انا وكريم ان شاء الله، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.